من على بساط الأمان. ميرا عصفورة أسطورة كمان أغنية حلوة من الألبوم، صورتي لها كمان فيديو كليب. صادم شوي الكليب. منيح ممتاز. قبل التفاصيل، شو قصة العصفورة؟ أول إشي الأغنية هاي من لحن دودو تاسا اللي عمل الموسيقى لمسلسل مونا اللي أنا ألفته، فهو عمل كل الموسيقى للمسلسل، وهذا اللحن جاب لي إياه إنه أكتب له كلمات. وأول ما سمعت اللحن، أول إشي شفت في مخيلتي طير طاير فوق عالي، وبعدين بالضبط، وبعدين اجتني الفكره انه اكتب عن طير الفينيكس اللي يحترق ويقوم من الرماد. اول شيء لانه هاي الصوره انا بحسها كثير ملائمه إلي كثير مرات، انه كثير مرات في مهنتي انا تنكسري، انكسرت كثير مرات انكسرت. وين حسيتي؟ عده مرات شادي، كثير مرات. يمكن اكثر مره في 2009 الهجوم عليك، التهجم علي بالضبط من مجتمعك. مجتمعي وغيره كمان، والمجتمع الإسرائيلي كان صعب كتير لأنه مقلب مجتمعي وبشكل ضخم يعني. وقت الإيروفيزيون الحكي، فأنا حسيت حالي إنه إنه جبرت، إنه هالقد الإشي كان ضغط كبير علي وكان لازم أولد حالي من جديد. من جديد. بس هاي الأشياء بحياة الفنان بفكر بتصير عدة مرات ومن عدة أسباب. يعني بعد بسنتين أنا تتذكر أنا ختمت مع سوني وبعدين صحيح. تركت سوني. لما تركت سوني انا تركت وراي كثير اشياء لانه حسيت انه انا مش مبسوطه، انه مش هذا محلي. تركت سوني اللي هي شركه انتاج عالميه وكتار بيحلموا طبعا بالضبط، بس انا ما حسيت مزبوط غاد. حسيت انه الاشي خانقني ومش ايش كان المشكله؟ انه هن بدهن لون معين او اغاني معينه اللي انت ما لقيتي حالك هناك؟ ما لقيت حالي، لا. وانا بختنق لما بحس حالي انه انا ما بعبر عن حالي، انه مش عم بعبر عن نفسي عن حقيقتي انا. فكنت مجبوري انه افلت، انه اطلع من غير. حسيت حالي بقفص يعني. تصور انه عن جد واحد حلمه انه يكون عنده شركه كبيره من هالشكل وراه تهتم فيه وتسوقه، بس بدك انك انت حقيقتك تحس بالموعد. ويومتها تركت وراي كل شيء، تركت كل المدراء وكل الناس اللي اشتركت مع اللي كانوا يشتغلوا معي. يومتها تركت كل شيء وراي وطلعت على 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 طريق جديد مستقل، وهون كمان من جديد، من صفر، ممكن من تحت الصفر كمان، انه ابني حالي من اول بجديد وافهم ايش انا لوين رايحه لوين بدي. فبتصير معك عده مرات هاي الشغله كفنان، لدرجه انا حطيت على حالي وشم فينيكس قد الدنيا على ظهري انه يذكرني انه انت عندك الامكانيه ولا مره يكون عندك شك بنفسك، حتى لو احترقتي راح تقومي من الرماد من جديد، ودائما في بدايات جديده. حلو، لنحكي شوي عن الفكره. فكره الكليب اول شيء ممكن تكون كثير صادمه للناس، وليش الملاكمة؟ يعني ليش مرقتي هالرسالة هالعصفورة المكسورة من خلال الملاكمة؟ فيها قوة كتير. تقريباً سنة لاحقت هاي الفكرة إنه كيف أصورها، إنه بديها وان شوت. من ناحية سينمائية الوان شوت له قوة، إنه لما طبعاً. أنا ما بوقف، فيش عندي مونتاج بالمرة. من ساعة ما بلشت تصور الكاميرا بدي أبلش أكتشف تفاصيل شوي شوي بدون مونتاج. أخذ لي كتير وقت إن هي يعني بنيت الفكرة عن جد بشكل دقيق، إنه كيف شوي شوي بنعود نكتشف كمان شغلي وكمان شغلي كل وكمان فريم شغل. له أهمية بالضبط، وكل تفاصيل اللي بتفوت بتعلمني كمان شغلي على بتغير الصورة على الآخر يعني. بالأول بفكرها الضحية، بطلع أنا مش الضحية. كتير أشياء بتتغير علي. ليش رحتي على الملاكمة؟ أنت بتحب الملاكمة؟ أول شيء أنا بحب الملاكمة. هاي هوايتي، واضح إنه بتعرفي يعني. صحيح. الكليب هوايتي الملاكمة، وهاي الرياضة بمارسها. أنا فايتريت، أنا مكافحة. أول إشي المكافحة، بس إذا كانك انتبهت المكافحة هي مع حالي. بالآخر هو هاي ملاكمة مع حالي. وبهذيك اللحظة يمكن أنا منتصرة، بس الخاسرة هي كمان أنا. في جدال داخلي. ميرا بين هالحالات هاي وين معظم أوقاتها بتكون؟ بالمكسرة ولا بالعكس؟ أنا الفينيكس، أنا بالعود بقوم، ومش مهم حتى لو مرات خسراني أو عندي كدمات على وجهي وعندي. ما همك إنه تطلعي مش كتير حلوة مثلا؟ بالعكس، قلت للمصور أوعك تعتني بإنه استمك تفرجيني حلوة ومش حلوة. لا، الإشي لازم يكون بمحل صعب
والصورة لازم تكون كونتراست الحقيقة حقيقي. وهيك اشتغلنا يعني حقيقة. وعن جد مصور عظيم ماتياس زاغوني صديق عزيز إلي وإجا واشتغل. إخراج مين؟ إخراج لليف سيفان اللي إجت آخر لحظة صديقة إلي. حكيت لها هيك كنا قعدات أنا وياها بشي محل عم نشرب بيرة عم بقول لها بعد يومين أنا رايحة أصور فيديو اللي أنا يعني هاي السيناريو صار كذا أحلم فيه وسمعت السيناريو بتقول لي أنا باجي أنا بدي أجي هذا السيناريو أنا مجبورة أخرجه. حبت الفكرة فظاعة. على فكرة إحنا صورنا الكليب في مينا حيفا وعن جد شكر كبير بتبع للمينا على إعطائنا المساحة للتصوير ليوم كامل. وكم منها فيك عن التصوير إحنا عشان نقدر نغش إنه في امرأة مرمية على الأرض في الخلفية وبعدين لاحقا يتضح إنها أنا كان لازم إنها ممثلة بديلة اللي بتشبهني وكأنها وكان لازم نبني كوريوغرافيا اللي نبدل محلاتنا في توقيت معين. هاي الكوريوغرافيا كانت دقيقة جدا وكل المشتركين ما يضم المصور كان لازم يعرفوا في كل لحظة وين لازم يكون واقفين عشان تزبط هاي الرقصة. صديقتي ماري أجت تكون بديلتي وكمان شخص اللي انضم لنا هو أحد المدربين تبعوني ماستر كونغ فو جيورا أورمان. أنا طبعا محظوظة أنه عندي أصدقاء من الشكل اللي بيجوا بيعملوا معي فني. ميرا بالنجاح. تسلم شكرا لك. شكرا. من فوق